اليوم غادي نتكلموا على النوم في رمضان. والنوم عنده أهمية كبيرة في الحياة ديال الإنسان، ولكن كذلك في رمضان كنعرفوا واحد المشاكل كبيرة في النوم لعدد كبير من الصائمين، الشيء اللي كيؤدي على أنه ما كيكونش عندهم النهورة ديال رمضان ما كيكونش يعني عادية بسبب بعض الأخطاء. علاش النوم يمكن لنا نقولوا على انه واحد اربعه الاشياء اللي كتساهم في المشاكل ديال النوم في رمضان. اول حاجه هي العاده ديالنا، ما عندها علاقه لا بالصيام ولا برمضان ولا بالركن من اركان الدين، ولا عندها علاقه بالعادات ديالنا. العادات ديالنا كاين الناس اللي كيسهروا في رمضان بزاف، كيبقاو فايقين بزاف الى حتى اخر ساعه وكينعسوا، ويمكن يصبحوا ناعسين ساعه متاخره، ولكن راه ماشي كيف كيف. علاش؟ اولا دراسه تبينت بانه في العموم الصائمين كيصوموا كينعسوا ساعه قل من الايام العاديه، يعني اللي مولف كينعس 8 السوايع كينعس 7 السوايع في رمضان، ديما واحد ساعه ناقصه، هذا المعدل. الحاجه الثانيه خصنا نعرفوا بانه الانسان ملي كينعس في 10 الليل وهي العس 8 السوايع ديالو، كيمكن تكون 7 السوايع كيمكن 8 السوايع، ولكن في معدل 8 السوايع ملي كينعس في 10 الليل كينعس، كيتسمى هذاك لو سومي ريباراتور، هذاك النوم هو النوم اللي محتاج ليه جسم الانسان. نعرفوا بانه جسم الانسان الوليدات الصغار مثلا كيكبروا النمو ديالهم كيكون في الليل. كنعرفوا كذلك على انه في الليل الجسم ديالنا الخلايا كتجدد في الليل. كنعرفوا كذلك بانه الجسم ديالنا كيتخلص من السموميات وكيجدد الخلايا ويتخلص من السموميات كيكون في الليل. ولهذا راه المختصين كيقول لك الانسان خصو ينعس وما تكون حتى ديك الفيوز الصغيره ما تكونش شعله في بيت النعاس ديالو. علاش؟ لانها كتاثر على واحد الغده، ديك الغده اللي كتنظم لنا النوم. اذا النوم في الليل في الوقت ديالو مهم جدا، بينما ملي كننعسوا معطلين اولا الكم ديال الوقت ناقص، وثانيا الكيف النوع ديال النعاس اللي كننعسوا، الا نعسنا في 4 الصباح ولا في 3 الصباح ولا في 5 الصباح، الجوده ديال النعاس ماشي هي الجوده ديال النوم اللي كتساعدنا على الحياه الطبيعيه. كذلك في الجوع ملي كيكونوا في النهار كيكون الجوع هذا طبيعي، الجوع كيخرج واحد الهرمون سميتو الكورتيزول، هذاك الكورتيزول كينقص من الفعاليه ديال واحد الهرمون سميتو الميلاتونين اللي هو ديال النوم. فاذا الجوع كذلك حتى هو كيساهم في بعض المشاكل ديال النوم. بالاضافه للنظام الغذائي ديالنا في رمضان، يعني كان في الافطار الانسان كياخذ السكريات كثيره والدهنيات كياكل بسرعه، وهنا خطا خصنا ننبهوا ليه، على انه الانسان في الافطار دائما كان خصو يتقل في الافطار ديالو. علاش؟ لانه كيكون فيه الجوع، وحنا كنعرفوا الانسان اللي كيبدا ياكل خصو على الاقل المعده ديالنا خصها 15 دقائق حتى 20 دقيقه، عاد كتصيفط الرساله كتوصل للدماغ باننا راه بدينا نشبعوا. فاذا الانسان اللي كيزرب في الماكله ديالو في 10 دقائق الاولى واخا ياكل حتى 10 كيلو، الدماغ ديالو ما كيوصلوش الميساج بانه راه شبع. من المهم جدا اننا في الفطور نطولوا الفطور ديالنا، نفطروا علينا بشويه بشويه، نفوتوا 15 20 دقائق باش الرساله ديال الشبع توصل للدماغ ديالنا ونتوقفوا على الاكل في الوقت المناسب. ملي كيكون عندنا هذا المشكل ديال التغذيه السريعه والتغذيه ديال الدهنيات كيخلق لنا واحد الكسل ديال الجهاز الهضمي. اذا الجهاز الهضمي كيشتغل الدم كيخصو يمشي ليه، وملي كيكون عندنا هاد المشاكل هذه الجهاز الهضمي كيوقع واحد التكاسل، الشيء اللي كيعطينا الارهاق. حاجه اخرى هو انه ملي كنفطروا كفرقوا الصيام ديالنا، طبعا كناكلوا بالخصوص ملي كناكلوا السكريات بزاف الحراره الجسم ديالنا كترتفع، وحنا كنعرفوا ان الانسان ملي كيجي ينعس في الليل كينعس كيخص الجسم الحراره ديال الجسم ديالو خاصها تنقص شويه بشويه بشويه حتى كيجي ينعس. فاذا في الافطار ملي كناكلو يعني كناكلو في الليل وكناكلو بزاف في الليل لانه حنا صايمين، وبالخصوص الا كثرنا في السكريات كيأثر لينا على النوم. الوغ شنو كيوقع؟ اولا الانسان كيولي كيضر راسو في النهار، ثانيا كيولي عنده عدم التركيز. عدم التركيز هو اللي كان سايق السياره كيمكن يدير حديثات سير، الا كان خدام في المعمل كيمكن يدير حديثات شغل، الا كان في الاداره يمكن يرتكب خطا في الملفات ديال المواطنين، ولا يمكن له كاع ينعس على مصالح المواطنين، بدل ما ينعس في الليل كينعس في النهار على مصالح المواطنين، ما كيقضي حتى شي غرض لشي حد لانه ما عندوش القدره ولا التركيز باش يتواجه مع المصالح ديال الناس. هذه كلها مشاكل كتنتج على المشاكل ديال النوم. بالاضافه
مشاكل اخرى اللي كتاثر لنا على الناس هي استعمال كنستعمل الناس اللي كتدخن في الليل بزاف، الناس اللي كتاخذ السكر كتاخذ عفوا قهوه كتاخذ اتاي في الليل بزاف، هذه كلها عوامل منبهات اللي كتاثر لنا على النوم ديالنا. باش ننعسوا مزيان كيخصنا نعسوا في الوقت ديالنا، الوجبه ديالنا تكون خفيفه، ناخذوا الوقت ديالنا في الفطور، نشربوا المياه بزاف، نتجنبوا التدخين، نتجنبوا استهلاك القهوه اتاي بزاف، ونديروا الرياضه المشي ولا غيره. بهذه الطريقه هذه كيمكن لنا النوم ديالنا يكون مفيد، والصيام ديالنا يكون رجع لنا لا من الناحيه الدينيه ولا من الناحيه الصحيه ديالنا يكون رجع لنا بالفائده.